المستمع صاد عين نون من مكة المكرمة بعث برسالة يقول: أرجو أن تتكرموا بعرض رسالتي هذه على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. منذ سنتين ونصف ابتليت بالوساوس والهواجس والخواطر التي بعضها لا أستطيع دفعه، وأصابني معها شيء من الخوف والقلق والاضطراب حتى استولت علي هذه الخواطر والوساوس، وأنا خائف منها خوفا شديدا، حيث أخاف أن تضرني في ديني لأن بعضها في عقيدتي. وإذا سألت بعض أهل العلم يقول لي الوسوسة من الإيمان، وإلى الآن لم تزل عني هذه الوساوس والخواطر، وأحيانا يصيبني بعض القنوط بسبب كثرة الوساوس، فأرجو من سماحتكم توجيهي إلى النجاة من تلك البلية وبيان الوسوسة التي ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها من الإيمان، جزاكم الله خيرا. أصل الوساوس من الشيطان، هو الذي يملي على الإنسان ما يضره ويشوش عليه دينه وقلبه، كما قال الله جل وعلا: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. فهو وسواس عند الغفلة، وخناس عند الذكر، يتصغر ويخنس عند ذكر الله عز وجل. فعليك يا أخي أن تكثر من ذكر الله وقراءة القرآن والتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له قال بعض الصحابة: يا رسول الله، إن أحدنا لا يجد ما لا أن يخر من السماء أحب إليه من أن ينطق به، يعني يجد من الوسوسة أشياء يفضل أن يخر من السماء ولا ينطق بها لشدتها. فقال: ذاك صريح الإيمان. المعنى أن الشيطان لما يئس منهم أتاهم بوساوس شديدة خطيرة في دينهم وعقيدتهم، لا يخر من السماء أهون عليهم من أن ينطق بها. فهذا من كيده الخبيث، فهو صريح الإمام من جهة ما في قلب المؤمن من كراهتها وإنكارها والحذر منها، هذا صريح الإمام، ليست الوسوسة من صريح الإمام، بل كراهتها والخوف منها والحذر منها. كون المؤمن لا يخر من السماء أسهل عليه من أن ينطق بها، هذا صريح الإمام في قلوبهم، يعني أن قلوبهم أنكرت تلك الوساوس ورأت أن السقوط من السماء أهون من النطق بها، كأن يقول له إن الله غير موجود، أو إن الله لا يجوز أن يدعى من دون يدعى، أو لا بأس أن يشرف معه غيره في الدعاء والعبادة، أو يقول كما جاء في الحديث: الله خلق ليس من خلق الله، وأشبه هذه الوساوس المتعلقة بوجود الله واستغراقه العبادة وأنه خلاق العليم، أو متعلقة بالجنة والنار كأن يوسوس أنه لا جنة وليس هناك نار ولا بعث ولا نشور، كل هذا من وساوس عدو الله. وإنكار هذه الوساوس من صريح الإيمان، إنكارها واعتقاد بطلانها هذا هو صريح الإيمان. فالمؤمن أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مثل هذا أن يقول: آمنت بالله ورسوله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هكذا أمر الصحابة رضي الله عنه، قال لهم: إذا وجدتم ذلك فقولوا آمنت بالله، فليقل أحدكم آمنت بالله ورسله، وليتعوذ بالله ولينتهي. هذا هو الدواء لهذه الوساوس الخبيثة، إذا رآها المؤمن يقول: آمنت بالله ورسله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويمضي في حاجته، يستمر في حاجته ولا يركن إليها ولا يلتفت إليها. أما الوساوس الأخرى في صلاته ووضوءه فهي أيضا من الشيطان، يجب أن لا يلتفت إليها، يجب أن يحذرها. فإذا توضأ لا يعد الوضوء، وإذا صلى لا يعد الصلاة بسبب الوساوس، لا، بل يعتقد أن صلاته صحيحة ووضوءه صحيح ولا يلتفت إلى وساوس عدو الله، فإنه حريص على إفساد أعمال بني آدم وتشويش قلوبهم وإحراجهم، فالواجب الحذر منه بالتعوذ بالله من شره، تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو في الصلاة إذا وسوس لك في الصلاة وكثر عليك الوساوس تقول: أعوذ بالله من الشيطان، تنفث عن يسارك ثلاث مرات تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد اشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه، وقال: يا رسول الله، إن الشيطان لبس علي صلاتي،
فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ بالله من الشيطان ثلاث مرات في الصلاة، يدخل عن يساره ثلاث مرات ويقول أعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات. ففعل عثمان ذلك وزال عنه ذلك الوسواس. فأنت يا أخي إذا كان كثر عليك في صلاتك أو في وضوئك تدخل عن يساره تقول أعوذ بالله من الشيطان ثلاث مرات، والله يعيذك من سبحانه وتعالى. وهكذا في جميع الأمور، تتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتكثر من ذكر الله وتقول آمنت بالله ورسله، إذا كان في العقيدة آمنت بالله ورسله، وبهذا تسلم من عدو الله ويبطل كيده، كما فعله الصحابة بإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم وأبطل الله كيده عنهم وعافاهم من هذه الوساوس. نعم، جزاكم الله خيرا ونفع بعلمكم.